كيف تقيم المشهد؟ ما الذي يمكن أن يفضي إليه؟ نعم سيدتي، واضح بأن هناك استراتيجية جديدة تبعتها الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني للانقضاض على المتظاهرين والمعتصمين والداعمين للحق الفلسطيني. في البداية تم تهديدهم في الجامعات وإعطاهم مهلة أنه إذا لم يتم إخلاء الجامعات فستدخل الشرطة، ولكن عندما توجه العديد من المؤسسات منتقدة الولايات المتحدة وسلوكها، واضح أن هناك سلوك آخر واستراتيجية أخرى. هذه الاستراتيجية تتمثل في جعل الطلبة وكأنهم هم أنفسهم مختصمين مع بعض، من يؤيد ومن يعارض، وبالتالي يعني يصبح متطلب تدخل الشرطة أو تدخل الجيش وكأنه بدافع حفظ النظام وليس بدافع فك الاعتصام. هذه الإشكالية أنا باعتقادي إذا تم استخدامها هي ستزيد من إشكالية الجامعات، ستزيد من إشكالية الجامعات على اتجاهين. الاتجاه الأول وهو ما ذكرته رئيسة جامعة كولومبيا قبل يومين عندما قالت أن المشكلة الكبرى التي نواجهها اليوم في جامعة كولومبيا هو الخلافات بين الطلبة والانقسام الحاد بين الهيئة الأكاديمية عمليا. هذا الخلافات وهذا الانقسام هذا شيء ليس باليسير أو بالسهل التعامل معه من قبل إدارة الجامعات، خاصة عندما يتمفصل حول قضايا يعني تكون حادة ويتم التمفصل بها عموديا وأفقيا. القضية الأخرى التي من المهم الحديث عنها في هذا الإطار وهي أن أي استخدام للعنف هو لن يقود إلى إنهاء ظاهرة الاحتجاجات الطلابية عمليا، بل بالعكس يعني الماضي والحاضر يؤكد لنا أنه كلما كان هناك استخدام أكثر للعنف في أوساط الطلبة كلما كان هناك تصلب في المواقف وتكتل أكثر وقدرة على تحقيق المطالب. أنا لم يعني منذ أن كنت طالبا والآن أنا مدرسا ومضى علي 23 عام في التدريس أو أكثر، أنا لم أشهد نظاما أو إدارة استطاعت أن تنتصر على مطالب طلاب. هؤلاء يعني مجموعة منحازة، عادة الجيل الطلبة هم منحازون إلى قيم، هم فاقدو القدرة على فهم المصالح وفهم التفاصيل الأخرى التي عادة ما يتم يعني تلاشي هذه الظواهر نتيجة لها. هؤلاء منحازون إلى قيم، وهذه القيم قيم جميلة، مطالبهم عادلة، وبالتالي طالما نحن نتكلم عن هذه الظاهرة إذن أنا باعتقادي بأن هذه الظاهرة قادرة على أن تحقق مطالبها. إذا كانت هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي المؤسسة للحقوق المدنية، كانت هي التي أسست لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من فيتنام في الستينات، كذلك لا يمكن أن ننسى أن هذه الظاهرة هي التي أخرجت ديغول من الحكم في فرنسا عام 1968. طب لماذا لا تقرأ الإدارة الأمريكية يعني هذه التحركات بمفهومها الصحيح وتضعها في حجمها الطبيعي وتدرك أنها قادرة على إحداث حراك وليس يعني أو لن يقتصر تأثيرها فقط على يعني تظاهرات محدودة بعد أن تقوم الإدارة الأمريكية والشرطة الأمريكية بفضها ينتهي الأمر؟ الإدارة الأمريكية باعتقادي سيدتي ليست فقط هذه الظاهرة لا تقرأها بالشكل الصحيح، وإنما واضح أنه منذ طوفان الأقصى أن ما نعانيه مع الإدارة الأمريكية
هو ضعف هذه الإدارة. إدارة بايدن ضعيفة، يعني واضح حجم ضعفها. إدارة بايدن يعني متحكم بها بشكل كبير عقلية الانتخابات. وكما تعلم أن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية أموال، والأموال موجودة بيد اللوب الصهيوني والمؤسسات الصهيونية. جزء من هذه الإدارة حقيقة ممثل بشخوص معينين هم منحازين للمفاهيم الصهيونية أكثر من نتنياهو ومن جانس أو من باقي الفريق الوزاري الحربي. عمليا هنا نجد أنه في كل قضية هنا يوجد لدينا مشكلة. لدينا مشكلة عندما نتكلم عن العمليات الحربية، لدينا مشكلة عندما نتكلم عن إطلاق يد إسرائيل في قطاع غزة، لدينا مشكلة عن موقف الولايات المتحدة من الانتهاكات الدولية والغطاء الذي تقدمه لإسرائيل في المؤسسات الدولية. وهنا نجد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة هي من أكثر الخاسرين عمليا. الغطاء الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال في سياساته العنصرية، في انتهاكاته وإجرامه في الشعب الفلسطيني، هذا كله سيرتد ويرتد الآن على الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دولة عظمى أو بصفتها دولة مهيمنة على الملف الفلسطيني. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك حتى ملف الجامعات هذا خرجت عن طولها وتعاملت معه كدولة في العالم الثالث. يعني هذه المشاهد التي لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحالة استعلاء قيمي، ويخرج الناطقين باسم وزارة الخارجية والناطق باسم البيت الأبيض ويقدم توجيهاته للدولة المعنية، صحيح، كيف تتعامل مع الطلاب ويجب أن تتعامل معها بديمقراطية اليوم هي يعني توجه لها النصائح وتوجه لها الإرشادات والانتقادات في تعاملها مع طلابها. يعني ونحن نتكلم عن نخبة طلبة العالم، قادة المستقبل العالميين، مع في أول 10 جامعات عالمية. يعني وهذا الأمر الذي أفزع نتنياهو، وصف هذه التظاهرات بالمروعة وأنها معاداة للسامية، ربما استقراء منه لخطرها وما يمكن أن تفضي إليه. يعني قد يكون نتنياهو لم يقرأها صحيحا كما يعني قرأها العديد الآخرين حقيقة. يعني البارحة هآرتس قدمت تقريرا بخصوص المظاهرات، ويعني مما لفت انتباهي هو مصطلح تسونامي الجامعات، والبعض الآخر قال أنه حتى في يعني في أشد لحظات انزعاجه لم يكن يتخيل أن يشهد هذا الموقف. وقدم التقرير لماذا إسرائيل لهذه الدرجة منزعجة. طبعا التقرير لم يأتي على ذكر القيمة الأخلاقية للمظاهرات بمقدار ما أبدى حجم القيمة الاقتصادية والقيمة السياسية، بمعنى أنه كم ستفقد إسرائيل من قيمة بحثية علمية في حال المقاطعة، كم ستفقد اقتصاديا كونها شركات ناشئة و كون شركات تقوم على العمليات البحثية المزدوجة. مستوى البحث العلمي في إسرائيل، إسرائيل دولة صغيرة، وعندما تقاطع من هذه المؤسسات هذا يعني أنها ستصبح على الهامش. طبعا إسرائيل لم تقاطع فقط، إسرائيل مش فقط مدعومة، إسرائيل محتضنة من هذه الجامعات وهذه المؤسسات. عدا عن ذلك أنا باعتقادي يعني الأهم من ذلك هو
القيمة السياسية والقيم المستقبلية التي تحملها هذه المظاهرات. هذه المظاهرات حتى وإن يعني لم تستطع أن تحقق مرادها اليوم لا سمح الله، أو إذا فشلت في تحقيق كل ما تصبو إليه، ولكنها لا يمكن أن نتجاهل ما ستحمله هذه المظاهرات من قيم مستقبلية ستبنى عليها الكثير من القضايا فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالاحتلال.